يعني يبقى حزب تقدم. يعني اليوم الكثيرين، يعني خذي مثلا الموقف الشيعي، منظمة بدر يقودها الحاج هادي العامري لم يشترك في العملية السياسية، نعم. وهو موجود وحزبه موجود في الحكومة وفي البرلمان. السيد المالكي لم يكن موجودا في دولة القانون، لا في البرلمان ولا في الحكومة، ولكنه رقما سياسيا قويا في المعادلة السياسية العراقية. فهكذا يكون الحلبوسي، حتى ولم يكن موجود فهو على رأس تقدم، وتقدم ستكون صعبة في المشهد السياسي القادم.